انت علمتي فاطمه مرت وليد النجاني وطلب مني فلوس؟ ليش الموضوع سر؟ يعني علمتيها؟ فاطمه صديقتي وانا ابغى اساعدها. انت سوتي وجهي قدام الرجال اللي جاني وطلبني اساعده، وانا لاني احبك ما اخبي عنك شيء، بس الظاهر خلاص في هالبيت الواحد ما عاد يقدر يقول حرف ولا كلمه الا ثاني يوم انتشرت بالاذاعه. عزام ايش فيك؟ لا وحضرتك جيتني تبيني اطلع معك في البودكاست، هذا اللي تبينه؟ تبين بيتنا وحياتنا واسرارنا تصير مكشوفه وعلن قدام الناس؟ كان خفت من كلام بنتك اللي انتشر بين الناس يوم قالت ان انا استغل علاقتي فيها بس عشان ارضيك، ولا انت ما تخاف الا من كلامي انا؟ والمفروض اني ما اخاف، اجل وين الثقه؟ وينها؟ شلون تبيني من اليوم امنك على بيتي وعلى حياتي؟ مثل ما كنت اتمن اللي قبلي. عليا عمرها ما انطقت بحرف قلت لها. تصدق انا كنت عارفه انك راح تقارني فيها، لاني كل حركه اتحركها وكل نفس اتنفسه لازم تقارني فيها، والمصيبه هي اللي تفوز. طبعا تفوز، طبعا، لانها عاشت عمرها كله ما دخلت معركه واحده. عليا كل اللي كان يهمها بيتها وبناتها وبس، عمرها ما كانت تبي تثبت لحد شيء ثاني. صح كلامك صح، وانا من تزوجتك وانا عايشه في معارك، انا ما اخترتها، هي اللي انفرضت علي، والحين انت قاعد تثبت لي بان انا خسرتها كلها. تدري ليه؟ لان انا رهنت على سفينه من الاساس غرقانه.